النهاردة إن شاء الله معانا بعض الاستفسارات اللي الناس سألت عليها عن الآلة الحاسبة اللي ممكن يستخدمها في الامتحان. فتعال نفكر كده مع بعض إيه حكاية الآلة الحاسبة وإيه أهم الاستفسارات اللي الناس سألتها. أول حاجة الناس بتسأل إيه هي الآلات الحاسبة المسموح بيها في اختبار الـ FE. تاني حاجة إزاي أتأكد إن الآلة الحاسبة اللي أنا بذاكر بيها أو بتدرب بيها دلوقتي مسموح بيها وقت الاختبار، وهقول لك إيه الفرق بين السؤالين الوقت. تالت حاجة لو أنا لسه هشتري، يعني انا ما عنديش آلة حاسبة وهشتري، احسن نوع ممكن نشتريه ايه؟ هنفكر فيها مع بعض. بعد كده هل يعني بشكل عام بقى اثناء الامتحان كل حاجة لازم استعمل الآلة الحاسبة فيها دي مدرسة، ولا المدرسة التانية ان انا اشتغل يدوي؟ دي برضه سؤال عايزين نتكلم عليه. سعر الآلة الحاسبة المناسبة تطلع بكام؟ تمام، تعال اول كده نبص بسرعة ايه هي الآلات الحاسبة اللي مسموح بيها في الامتحان. بص يا سيدي، اول حاجه احنا في عندنا حاجه اسمها سياسه الاله الحاسبه في امتحان الاف اي. سياسه الاله الحاسبه دي انت عارف ان الان سي اي اي اس اللي بتنظم امتحان الاف اي عامله سياسه لكل حاجه في الامتحان، منها سياسه الاله الحاسبه ان انت مش بيديلك اله حاسبه ديجيتال زي بعض الامتحانات الاونلاين، لا ده انت بتجيب اله حاسبه معاك وانت جاي الامتحان. تمام، الالات الحاسبه اللي مسموح بيها في ثلاث عائلات كبيره او ثلاث ماركات شهيره، عندك في كاسيو، عندك في اتش بي، وعندك في تكساس. يبقى انت مبدئيا كده في ثلاث ماركات هما اللي احنا هنفكر ما بينهم، كاسيو واتش بي وتكساس. طيب هل اي آلة حاسبة كاسيو تنفع؟ لا، كل ماركة من اللي احنا قلنا عليها متحدد موديلات معينة. تمام، تعال نستعرض كده مع بعض شكل الموديلات اللي مسموح بيها. عندك بالنسبة للكاسيو في عندك عيلتين شهيرين. العيلة الأولانية حاجة اسمها الاف اكس 991، العيلة التانية اسمها اف اكس 115. تمام، لو رجعت للي منشور بالظبط عندهم بيقول لك ايه، اي آلة الموديل بتاعها اف اكس 115 واي آلة تانية اسمها اف اكس 991، كل المودلز دي. تمام، بيقول لك ايه، اي آلة حاسبة كاسيو تحتوي على المقطع اف اكس 115 او اف اكس 991 في الاسم بتاعها هي مسموح بيها. تمام، خد بالك انت كل حاجه من دول الاف اكس 115 دي كذا عيله، بمعنى الحرف اللي بعد كده 991 او ال 115، اولا الالتين كفرق في الشغل مش هتلاحظه، يعني لو انت شغال بدي او استلفت واحده من زميلك تانية مش هتحس باي فرق، فما تقلقش ما بين الالتين، يعني لو انت عندك اوريدي دي او دي الاتنين شغالين ما تقلقش. طيب انا دايما بفضل الانواع، لو انت بقى لسه هتشتري يعني، اللي فيها حرف اي اس دي من بعدها، او بشكل عام اللي فيها سولار سيستم او نظام طاقه شمسيه. تمام، ليه نظام طاقه شمسيه؟ اولا الاله الحاسبه دي بتشتغل بالبطاريه زي ما انت عارف، الطبيعي انها ممكن بتقعد 10 سنين البطاريه دي، ما تقولش لا ولا اي حاجه، بس طبعا بما ان انت يعني بعض الاشخاص، في اشخاص فقريه كده، فهيجي يوم الامتحان واثناء الامتحان وفي النص وتقوم البطاريه خلصان. مش عايزك تضحك لان الموقف ده حصل، انا اعرف ناس حصلت لهم وهم في امتحان بكالوريوس هندسه الاله الحاسبه اللي شغال بيها مثلا من اولى ثانوي جت بقى اثناء الامتحان بتاع البكالوريوس والبطاريه علقت وخلصت ليله الامتحان او بتاع. فيفضل انك انت تامن على الاله اللي ايه، اللي فيها طاقه شمسيه. تمام، بالنسبه لموديلات كاسيو اعتقد اغلب الموديلات اللي اسمها اي اس تمام فيها بيكون نظام الطاقه الشمسيه، بحيث لو الدنيا قفلت معاك والحجر يعني ايه، لو البطاريه خلصت نعرف نتصرف يعني. تمام، يبقى اول نوع عندنا واشهر نوع هو موضوع بتاع ايه، الكاسيو. طيب احنا بالنسبه لنا في الوطن العربي وفي دول كتيره الآلة الحاسبة الكاسيو هي رقم واحد بالنسبة لنا، يعني انت لو رجعت للتعليم بتاعك من أول أولى ثانوي وأثناء الكلية كان 95% من الناس في الوطن العربي هم بيستعملوا الآلة الحاسبة الكاسيو. فأنت كده قدامك موديلين، تمام، ال 991 أو ال 115. لو معاك آلة حاسبة كاسيو أحدث من كده مش هتنفع، خد بالك، ولا أحدث ولا أقل، هما الموديلين يا دي يا دي. تمام، والاتنين تقريبا إمكانياتهم ذا سيم يعني. طيب في عندنا آلات تانية اتش بي، تمام، الاتش بي اللي متاحين ان انا استعملهم عيلتين، حاجه اسمها اتش بي 33 اس وعيله تانية اسمها اتش بي 35 اس. نرجع كده للبوست ثانيه واحده، اهو بيقول لك كل الموديلات اللي اسمها اتش بي 33 اس او 35 اس، تمام،
نو اذرز، يعني ما تجيبش اي حاجه تانية اتش بي عشان مش هيرضوا يدخلوك بيها. تمام، وشفنا احنا شكلهم اهو، ادي شكلهم، واحده اهي وواحده دي 35 دي 33. عندك في الات تانية اللي هي التكساس، بيبقى عندك الاله اسمها، بيقول لك كل الموديلات اللي اسمها تي اي 30 اكس او تي اي 36 اكس، يبقى انت عيله من اتنين، يا 30 اكس يا 36 اكس فقط لا غير. تمام، تعال نشوف كده اشكالهم، اشكالهم كتير بقى متنوعه التكساس دي اهو. تمام، وعندك في منها الوان واشكال واسود واخضر وكل حاجه. تمام، طيب يبقى ده كده اول حاجه، ايه هي الانواع اللي مسموح بيها التلات علات اللي احنا قلنا عليهم. تمام، يبقى ده اول سؤال. السؤال الثاني، ازاي اتاكد ان الاله الحاسبه اللي اتدربت بيها مسموح بيها وقت الاختبار؟ ايه الفرق بين السؤالين؟ وقت الاختبار ده احنا بنتكلم الوقت، احنا في سنه كام؟ 2018 صح؟ تلاحظ ان انا اللي احنا كنا قاعدين نقرا منه بيقول لك ايه، هذه هي الالات المسموحه خلال 2018. يبقى لو انت ناوي تمتحن خلال السنه اللي احنا فيها 2018، الثلاث اختيارات بالثلاث موديلات بالثلاث حاجات اللي مسموح بيهم قلناهم. طيب لو انا همتحن في 2019، في الحاله دي لا، لازم اقف. وارد جدا ان تزيد، خد بالك زمان ما كانش فيه التنوع الكبير ده، كان هم اله ولا اتنين اللي كان مسموح بيهم، ده هو كده زادهم. فوارد جدا ان خلال 2019 يدخلوا الات جديده او انواع جديده او يزودوا موديلات. تمام، يبقى ساعتها لو انت بتمتحن في 2019 لازم تدخل تقرا من اول وجديد ايه التعليمات بتاعت الكالكوليتور بوليسي. تمام، وانا هسيب لك لينك تحت، هتلاقيني كاتب لك جنبه اللينك بتاع سياسه الاله الحاسبه، تضغط عليه. انا بتكلم في ناس مش هتمتحن الايام دي، لو انت هتمتحن خلال الست شهور دول لغايه اخر 2018 اللي احنا قلنا عليه خلاص الموضوع منتهي. لو انت الموضوع زاد منك بعد 2018، او الناس اللي هتشوف الفيديو ده بعد كده ان شاء الله في 2019 ولا حاجه، يبقى ساعتها تدوس على اللينك هيدخلك على الصفحه بتاعت الان سي اس بتاعت الكالكوليتر بوليسي، تقرا منها هتلاقي صفحه زي دي بالظبط. الله اعلم بقى الموديلات ساعتها اللي هتكون ايه متاحه او متوفره. تمام، هو هحط لك اللينك تحت طبعا. ما هي افضل انواع لو لسه هشتري؟ حته بقى افضل نوع دي، زي ما قلنا لو انت بتتكلم في الوطن العربي، فاحنا طول عمرنا ميالين لعيله الكاسيو او اشتغلنا في عيله الكاسيو. وارد جدا انت تكون استعملت كاسيو اف اكس 82 ولا حاجه، الناس بقى اللي بتكلم فوق ال 35 و40 سنه وهكذا، او موديلات سابقه. لو انت جبت كاسيو من الجديده اللي، او مش جديده، اللي هي اللي مسموح بيها اللي هي 115 او هكذا، مش هتحس بفرق كبير. هو خد بالك مبدئيا هي مختلفه عن 82، يعني انا لما جيت اشتغل بالاله دي، وانا اقول لكم حتى الاله اللي انا شغال بيها ايه، لما جيت اشتغل بيها في فرق عن الاف اكس 82 اللي انا كنت شغال بيها زمان، او وانا في ثانيه ولا حاجه. تمام، اللي اشتغلت بيها في ثانيه وحتى في كليه كمان. فبس برضه يفضل انك انت ما افضلش انك تطلع من عيله كاسيو لعيله تي اي، او لو انت شغال مثلا بالنوع بتاع الاتش بي، ما يفضلش انك تهرب من عيله لعيله، كمل في العيله اللي انت كنت متعامل فيها في المدرسه والكليه. دي النصيحه يعني، لو انت لسه هتشتري استمر في اللي انت فيه. طيب هل الافضل، ده في حاجه كمان عايز اقول لك عليها مهمه جدا، الناس اللي يعني وانت بتذاكر حاول تشتري الاله قبل مثلا الامتحان بشهرين او بثلاثه، الاله اللي انت هتخش بيها الامتحان هي دي اللي تذاكر بيها، تبقى انت متعود عليها واخد بالك من شكلها وكل حاجه تمام وعارف كل حاجه. فما تحاولش انك انت مثلا تذاكر بقى لو تروح تشتري واحده تانية قبل الامتحان بيومين ثلاثه تقول عشان تبقى لسه جديده، لا، اشتري الاله اللي انت هتمتحن بيها فعليا. هل الافضل ان انا لازم احل كل حاجه في الامتحان بالاله الحاسبه ولا احل يدوي؟ في مدرستين، قصه ان انا لازم استعمل الاله الحاسبه وان انا كل امكانيات الاله الحاسبه لازم اتعلمها، خد بالك امكانيات الاله الحاسبه ضخمه فوق ما تتخيل. الاله الحاسبه بتعمل حاجات كتيره جدا 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 في امتحان الاف، بس هي المشكله في حاجه، انا عندي 3 دقايق. مش كل الناس فاميليار مع الاله الحاسبه، يعني الناس الصغيره في السن، انا لاحظت النقطه دي، يعني الشباب مثلا لغايه ايه 27 28 كلام من ده، استعمالهم للاله الحاسبه في الكليه كان كثيف. غيرنا الاجيال اللي قبل كده اللي هي القديمه ما كناش بنستعمل الاله الحاسبه كتير. فمبدئيا كده انت وانت بتذاكر في الاول ما تعتمدش على الاله الحاسبه، الاول لازم تفهم سواء رياضه او احصاء او كده، انسى ان في اله حاسبه. حتى دايما تلاقوني بعمل كده، ان انا بعتبر الاله الحاسبه دي بتاع الجامعه وطرح، واسيبك تشتغل كل حاجه بايدك، حتى لو الموضوع مش هياخد 3 دقايق، هياخد وقت كبير في الاول، بس لغايه ما المبادئ تترسخ في دماغك. وقت ما المبادئ اترسخت في دماغك بعد كده نتطور نقطه بنقطه، ستيب بعدها نبدا نستعمل الاله الحاسبه ونشوف امكانياتها وهكذا.
فلو انت من المدرسه، الخلاصه يعني لو انت من المدرسه اللي عارف اصلا امكانيات الاله الحاسبه بشكل كبير جدا ومتقنها، تراجعهم اوام اوام، ساعتها هتوفر لك وقت وهتكون مفيده جدا ليك في الامتحان في بعض المواد، تمام؟ وبرضو بعض التخصصات. يعني ايه بعض التخصصات؟ لو انت كنت في كليه قسم مدني وعماره، دول بالنسبه لهم الاله الحاسبه استخدامها لا يتخطى استخدام الثانويه، بل يمكن اقل، بيجمعوا ويروحوا خلاص. بينما زمايلنا بتوع قسم كهرباء وكمبيوتر استعمالاتهم شديده للموضوع ده في الاله الحاسبه، كانوا بيعملوا بيها حاجات كومبلكس نمبر، وبيحلوا بقى معادلات مع بعضها وانواع كتيره من المعادلات وهكذا. فبالنسبه له هو هيراجع امكانيات الاله الحاسبه اللي هو اصلا كان عارفها، تمام؟ فده بالنسبه له يبقى استعمال الاله الحاسبه يتقل في استعمالها احسن له. بينما بتاع مدني وعماره اللي هو مش متمكن في الاله الحاسبه، يبدا يعمل بقى الحاجات الاساسيه بس، بعض الحاجات في الاحصاء، بعض الحاجات لو في كهرباء، بعض الحاجات في الرياضه، وما يدخلش نفسه في موضوع الحاسبه جامد جدا عشان ممكن تجيب نتيجه عكسيه، تمام؟ انت هتعتبر ان الحاسبه ماده وهتقعد تذاكر لها لوحدها وتزود عدد المواد اللي عليك، وساعه الامتحان هتتلخبط لو انت ما اتمرنتش كتير. لو انت لسه عندك الوقت شهرين ثلاثه وهتتمرن وهتذاكر كل حاجه على الاله الحاسبه وتفضل تعملها مره واثنين وثلاثه لغايه ما تبقى اسرع، يبقى هي الحكمه او المفضله ايه؟ انا الاسرع ايه؟ الاسرع في شغلي اله حاسبه، اشتغل اله حاسبه. لو لقيت نفسك بطيء زي حالاتي، مش من هواة اله حاسبه، انا مش من هواة اله حاسبه على فكره، هتلاقي نفسك بتميل للشغل اليدوي، يعني تعمل بقى ساين وكوساين وخلاص ويقلب وكده، يبقى برضه ايه، انت اضرب نفسك في السؤال ده، انت اللي هتجاوب عليه. يعني انا عرفتك طريقه التفكير ازاي. طب اسعار الالات الحاسبه، اسعار الالات الحاسبه احنا اتفقنا ايه على الماركات اللي عندنا؟ خلي الصفحه بتاعت الماركات اهي، وتعالى نخش كده على ايه، على المواقع ونشوف. اولا بالنسبه للموضوع للاله الحاسبه، الكاسيو، الكاسيو دي موجوده، يعني بتكلم في مصر، هي موجوده متوفره، واسعارها انا يعني ما اعتقدش انها غاليه. بنتكلم مثلا في 200، في 300، مش هتزيد عن كده، اللي هي سواء ال 115 او 991. 991 احسن شويه، تمام؟ مبدئيا يعني، وحاول زي ما قلت لك هات الموديل اللي اسمه الاي اس، اللي هو كنا لسه شايفين صورته فين، ايوه الاي اس بلس. انا دي الاله معايا على فكره، يعني ال 991 اي اس بلس دي اللي معايا، انا شاريها مثلا من سنتين ولا حاجه، كانت ب 300، ب 300 وحاجه، انا مش فاكر بالظبط. كمان الاله دي موجوده في المكتبات العاديه، يعني مش لازم بقى تخش على موقع زي سوق ولا امازون ولا هكذا، تمام؟ وعندك الاله دي، يعني لو انت عندك واحده فيهم خير وبركه اللي تلاقيها هاتها، مش هتخسر يعني. تعال نخش كده نسريش مع بعض كده على النت، نحاول نشوف مثلا في الامازون احنا قلنا ايه، كاسيو كاسيو 115 مثلا، اي اس اهي، تعال نشوف عندك موجودة الالة اللي احنا قلنا عليها، عندك ال 115 اي اس بلس عن التخفيض عاملة حوالي 13 دولار، وفي ال 991 اي اس اللي هما الاتنين اللي احنا عايزينهم، عاملة قول مثلا 23 دولار ولا حاجة، تمام؟ يبقى انت لو دخلت عندك دول الكاسيو، ادي السعر بتاعهم، ده سعر من موقع امازون، واعتقد بيبقى فيه شحن فري لدول كتيرة يعني وهكذا، انت برضو ايه ممكن تبص فيها، تمام؟ يبقى ده كده بالنسبة للكاسيو. تعال نشوف الانواع التانية، طبعا انا نساي جدا، انا قبل كده قلت لكم الحكايه دي ان انا ذاكرتي ضعيفه بشكل بشع، فاصلا اسامي وموديلات طبعا طارت من دماغي وانا بكلمكم اساسا دلوقتي. اتش بي 33 اس، اتش بي 33 اس، اتش بي 33 اس، تعال نشوف عامله كام. اتش بي 33 اس عامله لها، انت عندك دي 35 اهي، ودي 35 عاملة 60 دولار تقريبا، دي 35، ودي 35 دي كانت من النوع المسموح بيه. وعندك 33 اس عاملة كام، 389 دولار، اشمعنى يعني، يعني ايه الفرق الكبير اوي في الاسعار دي؟ يعني اتنين مثلا 35 عاملة حوالي 60 دولار، يبقى بنتكلم مثلا في حدود الـ60 دولار ولا حاجة الاتش بي، تمام؟ النوع التاني اللي هو تكساس، كان اسمه تي اي ايه بقى،
بسم الله الرحمن الرحيم. Ti 30X مثلا، Ti 30X، Ti 30X. تعال نشوف كده الرينج بتاعهم اخباره ايه. عندك Ti 30X جميل جدا، عاملة 8 دولار وشوية، يعني بحوالي 9 دولار، سعرها حلو. وعندك في ايه، 9 دولار ايه، ولونها بينك تمام، ولا البنات بيسموا اللون ده مش عارف، المهم يعني تقول 9 دولار ولا حاجة. وفي منها الوان اهي، و30 اكس، خلينا في 30 اكس. عندك في دون ودون، بنتكلم في 8 9 دولار. طيب يبقى انت لو انت متعود على الانواع اللي اسمها تي اي، اعتقد اللي هيبقوا عايشين بقى في امريكا والحاجات دي، هيبقى الالات دي متوفرة. واذا حس ان هو يعني هيتدرب عليها ولسه عنده وقت ويتمرن عليها، 8 9 دولار ومشي حالك، وكده كده هيجي لك ببلاش النقل، فكده يبقى انجزت موضوع الاله الحاسبه ب 8 9 دولار، ما طلعش حاجه غاليه زي ما الناس كانت مقلقه من موضوع الاله الحاسبه. اتمنى ان احنا كده نكون غطينا الاستفسارات اللي وردت، اتكلمنا في الاسعار واحسن حاجه تمام. وهحط لكم اللينك ان شاء الله تحت بتاع البوليسي بتاعت ال NCES، عشان الناس اللي هتتابعنا في اي وقت ان شاء الله تبدا تتابع بيها. اتمنى ان انت تكون استفدت النهارده وطلعت بمعلومه، وتحياتي ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. شكرا.